إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين. وقلنا مهطعين رقابهم طويلة ممتدة ومسرعين من الإهطاء. طب مسرعين ليه؟ ايه اللي يخليه مسرعين؟ أما قال لك لأن الجزاء يجذب المجزي اللي يروح عليه كده زي اللي بيحلف على الموت، أو لأنهم يدعون إلى نار جهنم دعا من وراء من يزقون. يبقى هذه مقطعية. يبقى الأول شاخصة أبصارهم، والثاني مقطعية. مقمعي رؤوسهم، مقمعي رؤوسهم. قال لك إزاي؟ قال لك لما بيحط هنا الغل يقول إيه هناك الآية بتاعت ياسين إنا جعلنا في أعناقهم إيه أغلالا فهي الى الاذقان مكمحون، يعني ايه رص كده مرفوع الغل عامل كده. شوف بقى المنظر بقى، اديله اقطاع سرعه، اديله اول شحوص بصر، ومديله اقطاع كده نحو، وبعدين اديله ايه مقنع رص، واديله مكمح لا استني حسين. يبقى كم صوره دي؟ شوف الصوره بقى دي البشعه دي، شاخصه ابصاره، وبعدين مقطعين، ومن مقنع رؤوسه. من ايه مقنع رؤوسهم؟ لان الغل جاي عامل كده لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. ادي كم وصفه شاخصه ابصار. بالله لما نجيب بقى واحد عايز يمثل كويس عشان يديني الصوره دي لازم تبقى صوره ايه؟ صوره بشعه، صوره منفره. التصوير ده علشان يعمل ايه؟ علشان يخلي اللي قائم على الظلم يعمل ايه؟ يرتدع عنه، تقبح نفسه في هذه الصوره. وعلى اللي خارج من الظلم انه ينكر عنه ويحمد ربنا اللي ربنا نجاه من الظلم، ونجاه من الايه؟ من الصوره دي. مبطعين مقنعي رؤوسه لا يرتد اليهم طرفه وافئدتهم هواء. ايه افئدتهم هواء دي؟ الشيء اللي فيه هواء يبقى خالي من اي شيء. احنا عندنا لما نجيب ازازه فارغه ونحب نملاها ميه او اي سائل نقوم نحطها في الايه؟ في الميه. ان كان حلقها واسع بحيث يتسع لداخل من الماء وخارج من الهواء تتملت. ان كانت الخرق ده ما يتسعش هات بتاعت الكولونيا اللي ترقاها صغير كده وحطها في قلب الميه. مش ممكن ابدا تكمل. مش ممكن. ليه؟ لان لازم قبل ما تحط الميه لازم يخرج من الهواء، لان مفيش اسمهم حي ايه؟ لا يوجد ايه في حيز واحد شيئان، شيئين اثنين ما يوجدش في حيز واحد، عايز تدخل ميه لازم تطلع منه. ولذلك اذا حبيت تطلع حوض تقوم تعمل ايه؟ بتجيب شويه ميه في صفيحة كده مكتومة وتخليها تغلي. مش ما عملوه كنت تجريب دي في المدارس؟ وبعدين يقفل الصفيحة وبعدين يحط على الصفيحة مية بردة. الاول شوية المية البخار ده ملى الايه؟ ملى الصفيحة. بقى الحيز فيه ايه؟ السائل، فيه سائل وفيه ايه؟ بخار. وبعدين لما تنزل المية يقوم يعمل تكثيف. التكثيف يعمل ايه؟ ينزل البخار ده يبقى مين؟ مي. الله. طب ما تحيز البخار اين يذهب؟ طرق مطبوعه الصفيحه، لان الضغط من الهواء من هنا هنا وما فيش جوه. يبقى اللي عامل توازن في الكون ايه؟ الهواء. اللي عامل التوازن في الكون ده الهواء. العمارات الكبيرة والأعمدة والمش عارف الايه، هوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا، هو ده اللي ايه؟ لو حصل تفريغ من جهة واللي بيعملوه في القنابل ايه؟ ما بيفرغ الهواء كده يروح البيت. لما تيجي انبوب الجاز ايه؟ تيجي البيت والعياذ بالله وتوج بتعمل ايه؟ بتحرق الهواء اللي في الحيز. في البيت ما بقاش فيه هواء، هواء بره يروح البيت يهضم على بعض. يبقى اذا اللي صايم كل المسألة دي ايه؟ في الهواء ده، هو اللي صايم كل الايه؟ كل المسألة. فإذا أفئدتهم هواء
يعني خلية ما فيهاش قاعدة. طب هو كان يبقى فيها ايه؟ المؤمن بيبقى عنده ايه؟ ايمان. لما يجي يشوف قول حتى كده هيبقى يقول لك ده من الايمان ده. يبقى قلبه ايه؟ ثابت. اذا وافئدتهم هو اي لا شيء فيها يطمئن. كل ما يستعرض تاريخه مع الله ومع الدعوة يجب ما فيش حاجة ابدا. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى مسألة دي في قول الحق سبحانه وتعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا. واصبح فؤاد ام موسى فارغا. فارغ من ايه؟ من كل شيء ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها ابنه. فارغ من كل حاجه ومش الا ايه. ولذلك لا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب واحد. لا يمكنش الحي ازاي ساعة اتنين ابدا. ولا يمكنش الحي ازاي ساعة حق وباطل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يملأ الباطل فلا يدخل الحق يملأ الحق فلا يدخل الباطل. انما الاثنين ما يجتمعوش. وافئدتهم ايه؟ يعني خالية ما فيهاش شيء يطمئن ابدا. ولما يستعرضوا حد لان المؤمن حتى ساعة الموت يقول لك يا سلام انا حضرت احتضار فلان فوجدت ما شاء الله الوجه ايه مشرف متلألئ ما شفتش كده هو ايه. لانه ساعة ما تيجي وقت الغرغرة يجي الانسان متأكد انه مات. يقوم الانسان بقى بسرعة الشريط يدور انت عملت كده وعملت كده وعملت كده. فان كان عمل طيب يعمل ايه؟ يبقى مستشرف كده مبسوط اللي مقبل على رب الجزاء لانه عمل كويس. وان كان وحش بس وجوه يومئذ باصرة وجوه يومئذ ايه؟ ناظرة. مهتعين يبقى تشخص ادي واحدة. مهتعين ادي الثانية. مقنعي رؤوسهم ادي الثالثة. لا يرتد اليهم طرفهم ايه؟ وافئدتهم ايه؟ هواهم. وانذر الناس الله. انذر الناس يوم يأتيهم العذاب. كلمة يوم بتأتي ظرف. زي ظرف زمان. وظرف الزمان يعني لازم حدث حصل فيه. لقيتك يوم العيد. يبقى يوم العيد الحدث اللي حدث ايه انني التقيت فيك. يبقى اليوم ده اسمه ايه؟ ظرف. طب ربنا بيقول وانذرهم يوما. ينذرهم بايه؟ يوم القيامة. طب يوم القيامة هيبقى ظرف. ما هو الحدث الذي يقع فيه؟ الانذار. فأنا هأنذرهم ايه يوم القيامة؟ ده يوم القيامة مش محل انذار ولا تبشير. ده الانذار معناها في وقت التكليف. ان تنذر بشر لم يقع وتحذر المنذر ان ايه؟ ان يقع. وإلا لما تنذره ساعتها تنفعه بايه؟ والبشارة ايضا. تبشره بخير ايه؟ يعني زمانه لم يأتي. ليه؟ عشان يستعدوا يعملوا. انما انذرهم يوم هتنذرهم ايه يوم القيامه؟ ده ليس في يوم القيامه محل انذار. انذرهم هذا اليوم. يبقى المنذر بهم مين؟ خوفهم من اليوم ده بقى. مش خوفهم من شيء في اليوم ده لا. لان الانذار لا يكون الا بعد ما الا قبل الايه؟ قبل الكفر التكليف يعني. وانذرهم يوم ياتيهم العذاب. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب. الله. كأن العذاب زي ما نضبط القنبلة. نضبط القنبلة كده ضبط زمني من في الساعة الفلانية تنفجر هي كده تنفجر. ده شغلك. هو برضه يقول ان العذاب انفجر في الوقت الفلاني. يعني مليئة على كده. يبقى العذاب هو اللي هيعمل ايه؟ زي القنبلة ما ضبطها على انها تطلع كده العذاب برضه هيعمل. مش عايز ايه؟ مش عايز اؤمن جديد. وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا. الظلم اللي احنا تكلمنا عنه ظلم كلمة العقيدة ظلم الرسالة ظلم التكليف ظلم الكون اي ظلم. وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب. احنا مش عايزين مهلة كبيرة يعني
لا احنا بس عايزين مهلة بس تثبت لنا تثبت لك اننا ايه هنجيب الدعوة ونطيع الرسول ونعمل اي كده ولا زي ما تقول له مثلا اديني بس مهلة يوم بس يوم انا مش عايز يعني اماطل لا انا عايز مهلة لتثبتها ليثبت بقى صدق ايه صدق كلام ربنا اخرنا الى اجل قريب يعني اخر كلمتنا الى اجل قريب عشان ايه نعمل ايه نجد دعوتك ونتبع الرسل فيكون جواب الحق ماذا اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال في اجل قريب انتم الاول انتم ما لكم من ايه ما لكم من زوال زوال عن ايه اولا لا يمكن ان يعقل ما لكم من زوال انتم اقسمتم وقتلك في الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقسموا بالله جهد ايمانهم إيه؟ واقسموا بالله جهد ايمانهم إيه؟ لا يبعث الله من يموت مش كده بلى الكلمه دي كده ساعه ما تشوف بلى بعد نب يبقى افهم انه بيكذب الكلام ده طب ما لكم من زوال عن ايه ان كان عن الدنيا ما حدش بيصدق انه كل فاهم انه حيزول عنه اي لا ما لكم من زوال بعد ان تصيرون ترابا هتفضلوا على كده ان هي الا حياتنا الدنيا نموت وانتوا بس خلاص ما فيش حاجه نموت وخلاص يبقى مش هنزول عن مين ولذلك ليه ده المتمنى اللي حيبقى يتمنوا يا ليتني كنت ايه تراب يعني لم ازل عن الموت وافضل زي ايه زي ما او انهم ظنوا ان الذين انعم الله عليهم في الدنيا مش هيحرمهم في الاخره بيديلهم نعمه دلوقتي فهيحرمهم مش عارف ايه اصحاب الجنه ايه واضرب لهم مثلا ايه فازلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب واحرثهما وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم من شيء وفجرنا خلالهما نهرا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر من كمال مش كده فعسى رب الان اكثر منك مالا ايه وما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة وعلى فرض انه رددت الى رب حاخد احسن من كده او زي كده يبقى ايه ده ما اظن ان تبيد ايه هذه ابدا يبقى على الاوقات وحده وما اظن الساعة قائمة لأنه ما أظن أن تبيد هذه أبدا مش وأنا معها لأن هم فاهمين أنهم بيموتوا ضروري بس طول ما أنا موجود دي مش هتسيبني النعمة اللي أنا فيها دي البساتين دي مش حاجة ما أظن أن تبيد مش أن نبيد لأن كل الموت ده أمر إيه مقطوع بيبقى هو بيتكلم عليها يعني بيقول إن النعمة دي مش هتفوت قد أفوتها أنا بالموت ما أظن أن تبيد هذه إيه وما أظن الساعة قائمة وما دام ما اظن الساعة قائمة يبقى هنفضل في الميتين يبقى هنفضل ميتين ان هي هي دي الكلمة اللي احنا ايه اللي احنا فيها الان ما لكم من زوال اولم تكونوا اتقولون ذلك وتنسوا انكم قلتم قديما ما لنا من زوال عن اننا هنبقى تراب واذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال بيقول بقى إن ربنا يروح لهؤلاء حوار معهم لما قالوا الآية هناك يا سيدي إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل يوم ربنا يرد ذلكم ايضا اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير بقى لما يقولوا الايه دي طب هيقولوا ايه ثانيه هنا كمان يقول ايه ربنا ابصرنا وايه وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا يقول فذوقوا بما نسيتم من قبل كل حاجه لها ايه الآية بتاعتهم هنا اللي موجودة دي ربنا أقسمنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الإيه الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال طيب وبعدين هم قال لك رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما إيه فيما تركت مش عارف
ارجينا نعمل مش عارف ايه، وربنا يقول لهم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من يعمر، معنى عمرناكم مدة طويلة وقعدناكم طول عمر طويل، ليه الحكاية بتاعتكم دي؟ وبعد ذلك يقول لهم ايه؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. فاذا سمعت ان الله لا يكلمهم اي كلاما نافعا لهم، من هيكلمهم بالرد زي ما رد هنا، اولم تكونوا اقسمتم، وكان رد في الايات الايه المتقدمة. وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا، يا سلام كلمة ربنا دي ما قالوش يا الله، هو انتم مأخوذين بمخالفات الربوبية؟ انتم مأخوذين بمخالفات الالوهية؟ انتوا فاهمين ان الربوبية تفضل كده يحنن عليكم ويطبطب عليكم ويديك الشمس ويديك المية ويديك الرزق وده؟ قال يعني انت ربنا وانت اللي مش عارف ايه وتعمل؟ قال لا، ده الكلام ده لانكم خالفتم عطاء الالوهية. ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، اولم تكونوا اقسم، اتقولون ذلك ونسيتم انكم اقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ ما لكم من زوال عن ايه؟ عن الموت. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم. السكون هو الاطمئنان الى شيء، يعني عدم التحرك. واحنا قلنا سابقا ان المراه جعلت سكن والبيت برضه جعلناه ايه؟ سكن. سكنتم في مساكن الذين ظلموا، ما هو بيتكلهم ايه؟ هو يقولون عما يعمل الظالمون، وبرضه هنا ايه؟ برضه ظلموا، كلام في الظلم كله. سكنتم في، يعني لكم سوابق لا تغيب عنه، لانها تحت ابصاركم في رحلاتكم. ما انتوا بتروحوا الشام وبتروحوا اليمن وبتشوفوا، ولما بتروحوا مثلا الشام ما بتمروش على مدائن صالح وبتشوفوا ايه اللي حصل لهم؟ لما بتروحوا الاحقاف وبتشوفوا ايه اللي حصل في عاد اللي ما بقاش لها؟ ما انتوا شايفين حاجه. وسكنتم في مساكن الذين ايه؟ ظلموا، وتبين لكم كيف فعلنا بهم. فإذا كنا قد فعلنا ما توعدنا به في الدنيا وصدق، دول أهلكوا بريح صرصر عاتية وجات بالفعل، ودول أرسلنا عليهم إيه؟ حاصبا، ودول عملنا فيهم إيه؟ صيحة، ودول أهلكناهم بالغرق، كلا أخذنا بذنبه، فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم، مش كده؟ إذا كنا قد صدقنا في عذاب الدنيا، ما تأخذوش من عبرة اننا ايضا نصدق في عذاب الاخره. ده احنا جعلنا دي قدامكم كده علشان اللي مش مؤمن من غير قوي يقول لا، الذي قدر ان يصنع ذلك يبقى لما يحدثنا بانه يصنع في الاخره ايوه هنصدقه. وسكنتم في سكنتم، مش من هناك في ايه ثانيه بيقول ايه؟ وانكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل المرور دي يمكن مرور كده عابر من غير التفات، قال لا انتم لا، ده انتم في امراض لما بتمروا بتعملوها محطه راحه، محطه راحه اولا الايه؟ السكون. وبتشوفوا اللي نحتوا من اللي تنحتون من الجبال بيوتا ايه؟ فارهين. وشوف كل دي شفتوه. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. كيف فعلنا بهم؟ ايوه، لانك انت مثلا لما تيجي تقول ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، تبقى حضاره ايه دي؟ ده حضاره جامده قوي، مع ان دي في الحضاره اللي احنا الحضاره دي لسه ما عرفناش اثرها في عاد دي، لسه من المطمورات، ده لسه هتيجي. وبتيجي امتى؟ كل اثر مطمور من غضب السماء له ميلاد يظهر فيه حينما يستشري الالحاد. كل ما يستشري الالحاد تطلع ايه، كل ما يستشري الالحاد تطلع ايه، كل ما يستشري ما يجيبهاش مره واحده كده، لا، فعاد ما فيش محد شارك حاجه فيها ابدا، مطموره تحت تحت الارض. انما ثمود بتاع سؤال، ادي احنا ادي احنا ايه شفنا ان فرعون ذو الاوتاد بقى اللي يعمل حضاره مدوخه الحضارات الحديثه اللي خدت تكنولوجيا الدنيا وعلم الدنيا وتجارب الدنيا وكل حاجه، بيشوفوا يشوفوه ايه يقفوا ايه مسمرين. بقى اللي عملوا هذه الحضاره ما يقدروش يعملوا ما يصنع ولا يعمل فيها مناعه، ام قال لك لا، واهبوا العقول التي صنعت الحضاره طوح بها كلها،
ولا ترك بس هي بيعملوها ازاي. طب بس ما يفوتش لنا ازاي اتعملت. طب بس يعمل كتالوج قبل مفيش حاجه. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. ساعة ما تقول كيف فعلنا بهم ما يقولش تبين لكم اننا عملنا كذا كذا عشان ايه يديك امر اقوى من الكلام. كيف فعلنا بهم ما رحتوش. وضربنا ايه وضربنا لكم الامثال. وقد مكروا مكرهم. احنا قلنا الامثال قلنا فيها كلام كتير يعني. احنا قلنا المثل ربنا يضربه علشان يقرب الشيء المعنوي بان يضرب له مثل بالشيء الحسي. يقول له يعني ما تكذبش دي ما هي دي تحصل ودي تحصل ودي تحصل. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. ما هو المكر؟ المكر مأخوذ برضو المعنى ده من الكلام الحسي. المكر تبييت الكيد في خفاء مستور. يبيت لي كده بس الخفاء يدار على الناس. وإلا لو ما كانش بالدار ما ينفعش. مأخوذ من ايه؟ من شجرة ممكورة. ممكورة يعني ايه؟ مدارية نفسها. فيه انت تشوف في بعض البساتين الكبيرة شجر عبارة عن زي حجم الاصبع كده وطالع ملفوف على حاجة زي المجدول كده. وبعدين تشوف ورق كتير. انت لا تستطيع ان تنسب ورقة من الاعلى الى ايه الى عود من هذا العود. يبقى من قبل الدنيا طال. الا اذا بقى ايه قعدت شلت العود وشفت الورق اللي فيه. ان ما حد شاف حاجه زي ما بيشوفهاش كرمل كده زي الخرزان كده ملفوف ملفوف طططططط كده. تقول انت ما تعرفش الورقه دي بتاعه الايه بتاعه العود. هو ما تقدرش تخبر. انما هو ورق مجتمع من اعواد مجتمعه. يبقى ده بقى المكر ماخوذ من شجره منكوره اللي هي ايه اللي هي سيقان ملتفه التفافا مجدولا بحيث لا تستطيع ان تنسب ورقه الى جزء ما تعرفش. او ده المكر. المكر ده عايز تبييض صحيح في ظاهره ان يعني ايامه انما في باطنه خيابه. ليه؟ قال لك شهدت على نفسك بجبن المواجهه. لان اللي ينكر من واحد ويبيت له في الخفاء يبقى عاجز على انه يواجهه. لو كان شجاع كده كان قال له ايه اطلع لي بره. لما ده يبيت له يبقى ده شاهد بانه ايه على نفسه بانه ايه بانه ضعيف. طب وانت بتنكر ليه؟ فايده المكر ايه؟ ما انتش قادر تواجه. تقوم تعمل تبييت. تقول له هذا التبييت بتعمله لمين؟ لمثلك. يعني الواحد قبلك يصح الدريع على اللي زيك. انما اذا كان في اعلى وقيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا تخفى عليه خافية. وهو اللي بعت الرسول ده هو وهو اللي عمال بيوجهه. يبقى مكرك انت هيخفى عليه. طب واذا هو بقى دار عليك كده ونفلك حاجة تقدر انت عليه؟ ولذلك يصف الله لما يقول ايه والله خير الماكرين. والله ايه خير خير الماكرين. ليه خير الماكرين؟ لانك انت بتمكر وهو يعلم مكرك. وهو لما يدري لك حاجه ويخبيها كده ما تعرفش يبقى خير ولا مش خير. ولذلك سمى المقابل ولا يحيق المكر السيء الا باهله. يبقى اذا في مكرين. مكر خير ومكر ايه؟ ربنا بيقول انا خير الايه؟ خير الماكرين. وساعة ما يتشير النسبة إلى الله في خير ووصف مثلها يوجد في البشر ما تحرمش البشر بأنه ينكره. ولذلك هناك إيه؟ فتبارك الله الله أحسن الخالقين. طب خالقين جمع خالق والله خالق.
طب قال لك وانا ما احرمش عبدي ان ابتكر حاجه كده ان انا سميه خالق يا اخي. طب مو خالق يعني طلع حاجه جديده، جاب شويه رمل كده وصهرهم ونقاهم ومش عارف وعمل لي كوبايه ولا عمل لي ازازه ولا عمل لي، يبقى اوجد من عدم ولا لا؟ بس خد بالك بقى، هو اوجد من عدم بس اوجد مترفا ولم يوجد ضروري. ادي واحد. واوجد شيئا لا يتكاثر، ساعه ما يعمل كوبايه تفضل الكوبايه هي كوبايه بس، ما يجيبش كوبايه ذكر وكوبايه انثى ويقول لهم كده يا بعض يطلعوا لنا كبابي ولا بتاع، لانه فاقدها الحياه. وهو خدها من ماده الارض، خد الرمل وخد النار وصهر وعمل، قال لك يبقى خد الادوات بتاعتي، خد الماده بتاعتي، يبقى ان كان بيخلق انا مش هحرمه من هذا الوصف، بس انا احسن الخالقين لانني خلقت من عدم محض وخلقت ما يتوالد ويتكاثر. انت لو عملت ايه انسان يعمل الحاجه تفضل على ايه؟ على زي ما هي عليها، انما ربنا يقول لهم اتكاثروا انتم. يلا الله، يبقى احسن الخالقين ولا خير الرازقين؟ قال برضه زيه خيره ايه؟ الله. ليه؟ ما هو الرازق، الرازق اللي بيديك شيء انت تعمل. طب ما هو ابويا بيرزقني والراجل اللي مش عارف يرزقني وانا برزق ده بجهدي وده برزق ده بعلمي وده بيرزق ده ببأسي وده بيرزق، كلهم رازقين. ام بس هو خير الرازقين ليه؟ لانك انت بترزق الغير من مرزوقك من الله. يبقى خير ولا مش خير؟ خير الوارثين، خير الماكرين، الله كل خير الله. وقد مكروا مكرهم، شوف بقى مش ما قالش وقد مكروا بس، لاحظ انه مكر البشر مكرهم، مكروا مكرهم على قدهم يعني، انما احنا لما نمكر ننكر على قدنا بقى مش كده ولا ايه؟ مكروا مكرهم واحنا نبقى ننكر على قدنا بقى. وقد مكروا ايه؟ مكرهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.